بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الأول المتوسط في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات. درس اليوم إن شاء الله نتكلم على محيط الدائرة. محيط الدائرة، فكرة الدرس إن شاء الله هي إيجاد محيط الدائرة. نتعرف اليوم على بعض المصطلحات الجديدة، وهي مفهوم الدائرة، المركز، القطر، المحيط، نصف القطر، طا أو باي. نجاز يا شباب للدرس الجديد. ما هي تعريف الدائرة؟ تعريف الدائرة أنها مجموعة من النقاط في المستوى التي لها نفس البعد عن نقطة معلومة تسمى المركز. إذن أنا عندي مجموعة النقاط هذه تمثل الدائرة. كما قلنا في التعريف أن مجموعة من النقاط في المستوى التي لها نفس البعد عن نقطة ثابتة، وتسمى النقطة دي مركز الدائرة. هذه النقطة اللي في منتصف الدائرة تسمى مركز الدائرة. إذن تعريف الدائرة مجموعة النقاط في المستوى التي لها نفس البعد عن نقطة معلومة تسمى المركز. أنا رسمت يا شباب دائرة، النقطة هذه تسمى مركز الدائرة. أحسنت. ما هو المحيط اللي احنا نحسبه اليوم؟ إيش هو المحيط اللي احنا نحسبه اليوم؟ المحيط هو المسافة حول الدائرة، والمسافة حول الدائرة، هذا هو المحيط. المطلوب مننا إيجاد المحيط، المسافة حول إيش؟ الدائرة. هذا هو المحيط. المحيط كما قلنا المسافة حول الدائرة. إذن المطلوب مننا إيجاد المسافة حول الدائرة. ما هو نصف القطر؟ ما هو نصف القطر؟ هو المسافة بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة. المسافة بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة، هذا يسمى نصف قطر. هذا يسمى نصف قطر. نصف القطر هذا مسافة بين المركز ونقطة على الدائرة. هذا يسمى نصف قطر. هذا يسمى نصف قطر. يبقى نصف القطر هو المسافة بين أي نقطة على الدائرة والمركز، هذا نصف قطر. ويرمز له بالرمز نق، ويرمز له بالرمز نون قاف. نصف القطر رمزه نق، اختصار الكلمة نصف القطر. وبالسؤال، الدائرة لها كم نصف قطر؟ فكر. لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ أحسنتم، لها عدد لا نهائي من أنصاف الأخطاء. لها عدد لا نهائي من أنصاف الأخطاء. إذن الدائرة لها عدد لا نهائي من أنصاف الأخطاء. وأيضا هناك تعريف آخر وهو القطر. تعريف القطر، ما هو القطر؟ هو المسافة بين نقطتين على الدائرة مرورا بالمركز. نقطتين على الدائرة عندما تمر بالمركز كما رسمت حاليا أهو هذا الشكل، أنه مر بالمركز، هذه قطعة مستقيمة مرت بالمركز وموصولة بين نقطتين على الدائرة، هذا يسمى قطر، ويرمز له بالرمز قاف. ويرمز له بالرمز قاف. وعند الرسم هل هذا يعتبر قطر؟ نعم أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يمر بالمركز. إذا مر بالمركز القطعة المستقيمة المر بالمركز تسمى قطر، إذا لم تمر بالمركز لا تسمى قطر. إذن الحين تعرفنا على مفهوم المحيط والمسافة حول الدائرة. مفهوم نصف القطر هو المسافة بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة، يرمز لها برمز نق. وتعرفنا على مفهوم القطر هو المسافة بين نقطتين على الدائرة مرورا بالمركز. مرورا بالمركز. قطر الدائرة يرمز له بالرمز قاف. يساوي مثلي نصف القطر. قاف يساوي اثنين من نصف القطر، يعني دبل القطر، دبل نصف القطر، دبل نصف القطر. واستخدم العلماء علاقة صحيحة دائما لجميع الدوائر، وهي من خلال قسمة المحيط لأي دائرة، وهو المسافة قلنا حول الدائرة، على طول القطر دائما ما يعطيني نسبة لا تنتهي أو عدد غير منتهي.
وهذا العدد الغير منتهي يرمز باللغة العربية بالرمز طاء وبالحرف الإغريقي باي، وهو عدد غير منتهي. وتقريبا أن الطاء هي 3.14 تقريبا، ودي النسبة اللي احنا بنستخدمها في جميع الدروس، أن الطاء تساوي 3.14، وهي نسبة ثابتة لا تتغير، وهو كما قلنا عدد غير منتهي. ويمكن أيضا اعتبار طاء 22/7، يعني الطاء يمكن اعتبارها 22/7 ويمكن استخدامها 3.14، وهي نسبة ثابتة لا تتغير. جت منين النسبة دي؟ من خلال قسمة جميع محيطات الدوائر على الأقطار، أي أن محيط الدائرة على قطر، أي قطر في الدائرة يعطيني طاء، وهي النسبة ثابتة لا تتغير. ما هو القانون؟ كما تعدنا في الدروس السابقة أن كل درس سواء مساحة لها قانون، محيط الدائرة ما هو قانونها؟ طاء طول القطر. تاني، طاء طول القطر، يبقى المحيط حق الدائرة طاء طول القطر. ويمكن استخدام قانون آخر، 2 طاء المحيط 2 طاء نق، ولكن يفضل تحفظ قانون واحد عشان ما تلخبط. القانون اللي نبي نحفظه اللي هنطبق عليه على طول، طاء طول القطر. تاني، طاء طول القطر، اذا المحيط يساوي طاء طول القطر. انت بتستخدم هذا القانون، 2 طاء نق 2 طاء نق، اي 2 ضرب طاء، وهي النسبة التقريبية ضرب نصف القطر، 2 ضرب طاء ضرب نصف القطر. إذن نفس القانون هو هو، إن كما قلنا أن القطر ضبل نصف القطر، يبقى المحيط يمكن استخدام القانون الآخر، 2 طاء نق 2 طاء نق. أحسنتم، وبالتدريب على هذه الأسئلة لا ننسى شباب، عند حساب محيط الدائرة تستعمل القيمة التقريبية للعدد طاء، وهي 3.14، لأنه لا يمكن تحديد القيمة الفعلية له، هذا عدد غير منتهي، إذا تم تقريبه إلى 3.14. سؤال تحقق من فهمك، سؤال تحقق من فهمك. السؤال الأول، صفحة يا شباب تحقق من فهمك، هنفتح مع بعض صفحة رقم 148، السؤال رقم ألف، في هذا الشكل هل الأربعة نصف قطر أم قطر؟ نصف قطر. إذا كان نصف القطر بأربعة متر، فما هو طول القطر؟ فما هو قاف؟ إذا كان نصف القطر أربعة متر، فإن طول القطر كما تعودنا وكما قلنا دبل، يبقى ثمانية. ما هو القانون؟ أن المحيط يساوي طاء ضرب قاف، حيث قاف طول القطر. المحيط يساوي 3.14، وهي قيمة الطاء ضرب قاف قيمة القطر، وهو 8. وبضرب 3.14 ضرب 8 يعطينا 25.12 متر، وهنا التمييز متر لأنه محيط وليست مساحة، متر. ومطلوب مني في السؤال التقريب لأقرب عشر، أي أن المحيط يساوي 25.1 متر. ويمكن الحل مباشرة دون التعويض عن طاء، ونكتب أن المحيط يساوي، أن المحيط يساوي على طول مباشرة، إذا ما طلبت منك تقريب 8 طاء دون التعويض عن طاء فقط، تكتب 8 طاء، نكتب 8 طاء، هذا المحيط بدلالة طاء مع وضم، وهذا المحيط إذا احنا نبي الناتج دقيق أو نبي التعويض عن قيمة الطاء. سؤال رقم ب، 175 هنا شباب، النصف قطر أم قطر؟ هذه قطع مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة وتمر بالمركز، إذن 175 هي قطرا كاملا، 175 هي قطر، يبقى إذن قاف تساوي 175. ما هو قانون المحيط؟ أحسنتم، أن المحيط يساوي طاء طول القطر، طاء قاف. كم الطاء؟ 3.14، طول القطر 175، وبضرب 3.14 ضرب 175 يطلع المحيط 549.5 سنتيمتر. المحيط
وحدات غير مربعة، سنتيمتر بس، متر بس. أحسنتم. وكما قلنا سابقا أن هناك قيمة تقريبية أخرى لطاعة وهي 22 على 7، وهي كم يا شباب؟ 22 على 7. طب متى تستخدم هذه القيمة التقريبية؟ هل هتفرق؟ اللي تفضل استخدام هذه القيمة إذا كان القطر أو نصف القطر من مضاعفات العدد 7، 7 14 21 و28 هكذا، بتسهل عليه عملية الحساب. أو إذا كان العدد 7 أو مضاعفاته في بسط القطر، يعني مثلا كان عندي القطر 7 على 2 أو 14 على 9، أهم حاجة البسط يا شباب يكون من ضمن مضاعفات العدد 7، 7 أو مضاعفاته في بسط القطر أو نصف القطر أو نصف القطر. مثال محلول يا شباب، هذا المثال محلول في كتاب المدرسة صفحة 148. السؤال الثاني، 21 هي نصف قطر وهو عدد من مضاعفات 7، إذن يمكن استخدام القانون الآخر اللي هو المحيط يساوي 2 طنق، المحيط يساوي 2 طنق، 2 طنق نصف القطر 21 ط 22 على 7 ضرب 2. طب نضرب عملية إبدالية وبضرب الناتج يعطينا تقريبا 132 سنتيمتر. طب احنا عشان ما نبي نستخدم قانون واحد، ما نبي نغير، نستخدم قانون بصورة مباشرة أن المحيط يساوي طا قاف. طبعا هذا هو نفس القانون، 2 طنق هو نفس قانون طا قاف على طول، ما في اختلاف. المحيط يساوي طا 22 على 7. طب لماذا استخدمت هنا 22 على 7؟ لأن نصف القطر من ضمن مضاعفات السبعة. طب إذا كان نصف القطر 21 فما طول القطر كاملا؟ إذا كان نصف القطر 21 فإن القطر كاملا 42، 42 يا شباب، 42 يعطينا نفس الناتج وهو ما يختلف، نفس الناتج وهو ما يختلف. نجد أن المحيط يساوي 132 سنتيمتر. إذا نفضل استخدام قانون واحد عشان ما تتلخبط، وهو أن المحيط يساوي طا قاف، حيث قاف هي القطر. تحقق من فهمك يا شباب. صفحة 148، سؤال رقم جيم ودا، سؤال رقم جيم ودا. سؤال جيم ودا، معذرة، جيم ودا. سؤال جيم 70 هذا قطر أم نصف قطر؟ أحسنتم. مرسومة بين نقطتين على الدائرة ومرة بالمركز، إذن هذا قطر. ما هو محيط الدائرة؟ قاف. المحيط يساوي 22 على 7 ضرب القطر 70، وبالاختصار 77، 7 فيها الواحد، 7 فيها العشرة، 10 ضرب 22 يعطيني 22 متر. طب إذا أنا ما أبي تقريب، قلت لك يوجد المحيط مباشرة، يمكن إيجاد المحيط بصورة مباشرة بدون تعب، ما تعوض عن طا، سيبها طا زي ما هي ونكتب فقط القطر، فتكون الإجابة 70 طا متر. يبقى هذا بدلالة الطا بدون تعويض. إذن لو أنا أبي منك تقريب تستخدم الطا وتعوض عنها، ما أبي منك تقريب وقلت لك يوجد المحيط بس، يمكن استخدام نكتب 70 طا على طول مباشرة. سؤال رقم ما يا شباب؟ سؤال رقم دال، معذرة، سؤال دال 7 على 8 هذا نصف قطر، هذا نصف قطر. إذا كان 7 على 8 نصف قطر، فما هو القطر؟ فما هو القطر؟ كما قلنا أن القطر هو دبل نصف القطر، يعني 2 ضرب 7 على 8 كم يعطينا؟ 14 على 8 عند الضرب يا شباب، نضرب بسط في بسط والاثنين مقامها واحد ومقام في مقام، 2 ضرب 7 14، 1 ضرب 8 8. إذا المحيط كما قلنا، ما هو قانون المحيط؟ طا قاف، طا 22 على 7، القطر 14 على 8، يمكن اختصار 7 فيها الواحد، السبعة فيها الاثنين،
ضرب بسط بسط مقام في مقام 22 ضرب 2 44 على 8 44 على 8 كم يعطينا 5.5 سنتيمتر. إذا أنا ما طلبت منك تقريب ممكن مباشرة كتابة أن محيط الدائرة يساوي على طول بهذا بدلالة طا كما قلنا 14 على 8 طا مباشرة 14 على 8 طا بصورة مباشرة بصورة مباشرة. تأكد صفحة 149 تحسب محيط كل دائرة من مالي. السؤال الأول من الواضح أن نصف القطر 5 القطر 10 القطر دبل المحيط يساوي طا قاف أو طا ضرب طول القطر طا 3.14 لأن الخمسة ليست من ضمن مضاعفات السبعة مضروب في القطر اللي هو 10. الإجابة النهائية أن المحيط يساوي 31.4 سنتيمتر. سؤال رقم 2 هذا قطر قانون المحيط المحيط يساوي طا ضرب قاف طا 3.14 ضرب قاف القطر 11.7 وبالضرب نجد أن المحيط يساوي 36.738 أي أن المحيط عنده تقريبه لأقل جزء من 10 36.7 من نسبة التمييز متر فقط. سؤال رقم 3 هذا قطر ال 14 من ضمن مضاعفات 7 إذا نعوض عن طا 22 على 7 ما هو قانون المحيط المحيط يساوي طا ضرب قاف طا 22 على 7 ضرب القطر هو 14 وباختصار السبعة السبعة في الواحد 14 على 7 تصير 2 بسط في بسط شباب الإجابة 44 متر. إذن محيط الشكل 44 متر. سؤال 4 هذا نصف قطر 42 إذن القطر كاملا أحسنت 84 84 هذه من ضمن ضعفات السبعة إذن يمكن التعويض عن طاء 22 على 7 ضرب قاف القطر وهو كما قلنا دبل نصف القطر 84 وضرب 22 على 7 ضرب 84 يساوي المحيط يساوي 264 سنتيمتر. كما قلنا يمكن التعويض عن قيمة الطا مباشرة دون تعويض 22 على 7 أو 3.14 إذا لم أطلب منك التقريب إذا ما طلبت منك التقريب سؤال 4 يمكن تقول لي أن المحيط يساوي 84 طا على طول إذا لم أطلب تقريب إذا ما طلبت تقريب. سؤال تدرب على اختيار سؤال رقم 30 31 تدرب على اختبار تدرب على اختبار صفحة 151. سؤال 30 إذا علمت أن طول قطر كل عجلة في سيارة أيمن يساوي 18 بوصة من 18 هذه طول القطر طول القطر فأي المقادير الآتية يمثل المحيط؟ نقول أن المحيط يساوي طا طول القطر القطر 18 عند النظر للسؤال رقم ألف 2 ضرب 9 18 وما عوض عن طا واحنا قلنا كما قلنا يمكن ما نعوض عن طا مباشرة إذا المحيط عندي 2 ضرب 9 18 طا هي دي الإجابة الصحيحة. طب ليش رقم باء خطأ 9 ضرب 9 81 طا طب كيف 81 واحنا قلنا القطر 18 إذا هذه خطأ بنفس الفكرة 2 ضرب 18 36 طا أيضا خطأ وبالتالي ده أكيد إذا الإجابة الصحيحة هي رقم ألف الإجابة الصحيحة رقم ألف أي مما يأتي يمثل محيط الساعة مقربا الساعة أدنى مقربا لأقرب عشر واضح أن الخمسة هي طول قطر الساعة إذن الخمسة طول القطر كما قلنا أن المحيط يساوي طا في طول القطر طا 3.14 ضرب طول القطر وهو خمسة كم يعطينا 15.7 إذن هنا كان يبي مني تقريب إذن أنا عوضت عن طا 3.14 هنا ما كان يبي تقريب للطا ما يبي تقريب خليت الطا كما هي خلينا الطا كما هي ما عوضنا عنها. بهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون انهينا معكم شرح درس محيط الدائرة
نسعد باستقبال اسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسميه في جروبات الواتس والتليجرام. تعليمنا مستمر.